معيش فلوس في جيبي. معكش فلوس في جيبك اصلا؟ اه. طب انا عارف ان في حد قريب منك. حاج سمير. حاج سمير ده اخويا كده، هو ده يعني ده اللي هو بيساعدني، مش وفي الاخر اروح مديله، اخد الفلوس اديله الفلوس. خليني اسالك في الحته دي، انا شويه الحاج سمير يقول ان هو وكيلك، شويه يقول ان هو قريبك، شويه يقول ان انتوا اصدقاء جدا جدا لدرجه القرب. اخويا الكبير، زي اخويا الكبير بالظبط، زي اخوك الكبير. كل حاجه قبل ما بعملها باخد رايه. ماشي. هو طبعا هو وكيلي كابتن احمد يحيى، هما الاثنين اخوات الكبار. ماشي. اي حاجه اكلم الحاج في كذا يقول لي كذا، يقول لي كده، فبستشيره في كل حاجه. هجيب بيت هو، هجيب عربيه هو. تمام. كل حاجه هو في حياتي، التجديد هو، ولا عمره خد مني حاجه. فانت بتقوم مايل عليه سلك لي يعني، انا الدنيا مش ماشيه، عايز ادفع قسط، عايز ادفع بتاع، واخد من هنا من النادي اروح مديله الفلوس على طول. لما تفرج تقوم مديله قرض حسن، بنقول عليه قرض حسن يعني. اصحاب من مايل على بعض. ماشي، حلو الكلام. انا نسيت، ما تنساش انا فاكر. فظهر الكابتن عبد الواحد السيد، قال لك احنا عايزينك، عاوزينك بس استنى شويه. قلت له ماشي يا كابتن، بس يا ريت ما تتاخروش عليا. قال لي خلاص. قعدنا شويه. لا، في هنا مكالمة تليفون حصلت وانت كابتن موجود حسين. مع كابتن حسين لبيب. ما هو بعديها مسك، انا عارف كل حاجه وساكت. لا بعديها مسك. ماشي. ما انا قصدي لما مسك ما حدش كلمني. ماشي. فانا رحت رايح سائل الكابتن عبد الواحد. ماشي يا كابتن، ايه اللي هيحصل؟ انا معيش فلوس، فهنجدد ولا همشي ولا مش عايزني؟ كده. قال لي طبعا عاوزينك وهنجدد لك وهنديك اللي انت عاوزه وهنسد لك ديونك. قلت له طب بعد اذنك كابتن بسرعه يعني. انا عليا ديون ومش عارف اعمل ايه. عليك ديون كام تقدر تقول ولا لا؟ بس كان عليها رقم كبير. 10 مليون؟ في الحدود دي كده. عرفت انه 12 تقريبا حاجه. ده الرقم. 12 مليون. بيت وعربيه وحاجات. فقال لي هنسد لك. وقلت له ماشي. استنى. بعد كده ما فيش حد كلمني. بعد كده كابتن عبد الواحد كلمني، لقيت ارقام ثانيه. فانا مش عارف. انا اسف والله العظيم في اللي هقوله لك ده، انا اسف، حقك عليا. انا عمري ما سالت لعيب كوره عن مستحقاته ابدا، عمري ما سالته عن تفاوض رقمي ابدا. بس عارف انا ليه بسالك ولا لا؟ لانه الفتره دي اتقال كلام كتير قوي. فانا وغيري اجتهدنا ان احنا نوصل لمعلومه للناس، ما دي شغلانتنا يعني. انت شغلانتك انك حريف كوره وتلعب كوره وتبسط الناس وتدلع الناس وتجيب بطولات، وده اكل عيشك، وانا كمان اكل عيشي ان انا اجتهد اجيب معلومه. ممكن اصيب، ممكن اخطئ، في هامش بنعمل حسابنا فيه ما بين الاجتهاد وما بين الخطا والصواب. لذلك وجودك معايا مهم لاستجلاء حقائق كتير، عشان باين للناس حاجات كتير. فده بيخليني اسالك، معلش انا اسف في موضوع الفلوس، انا اسف مره تانية، وانا حقك عليا، بس عشان ابقى فاهم. انا بحبك ايمن والله. ربنا يخليك يا رب يا فتوح، والله العظيم على راسي من فوق. فده هيخليني معلش اسالك، انت فعلا طلبت منحة تعاقد 100 مليون؟ قسما بالله ما حصل. قسما بالله ما حصل. متاكد؟ قسما بالله ما حصل. طلبت كام؟ كام مش هينفع. ماشي خلاص خالص. ماشي. بس ولا الرقم ولا نص الرقم خلاص، ولا عمري اطلبه. وكان جاي لي حاجات بره بالارقام دي. بال100 مليون. بال100 مليون. والله منحة تعاقد. منحة تعاقد. هي بصراحه بالظبط 80 مليون. بالظبط 80 مليون غير عقدي. من فين؟ السعوديه؟ لا اهلي. السعوديه كان جاي لي في مصر. بيراميدز. ما قعدتش مع الاهلي. بيراميدز. لا هو نادي بقول لك ايه. نادي. هو مفيش نادي في مصر بيدفع. نادي هيديني منحة تعاقد 80 مليون غير عني. بس مستحيل اروح. 80 مليون دي يا بيراميدز يا الاهلي. والله ولا ده ولا ده. والله ولا ده ولا ده في مصر؟ من ده مين الجامد ده اللي يدفع 80 مليون؟ مش عايز تقول؟ لا مش هينفع. خلاص ليه؟ خلاص خلاص. والله؟ تمام هحترم ده، ما عنديش مشكلة. لا احترم ده جدا جدا، خد بالك. فأنا طبعا لسه صغير، فمستحيل أسيب نادي الزمالك وجماهيره. لا ما تقفش القفزة دي، استنى بقى، استنى واحدة واحدة. واحدة واحدة. دلوقتي احنا بنتكلم في الفكره بتاعه احنا الارقام، فقلت لي منحه التعاقدات، انا منحه التعاقد ما طلبتش الكلام ده، رغم ان انا كان محطوط لي رقم جوه مصر بالحته ديت. بس انا كنت عاوز رقم اللي هو يبقى معايا فلوس واسد ديوني بس، ومش عاوز كل دول. ما هو انت شوف، برافو عليك يعني، دي حته مهمه يعني. ناس كتير يعني، خلينا نتكلم ببساطه، احنا كلنا يعني مكافحين في الحياه. صح. ناس كتير يقول لك يا عم انتوا بتوع الكوره والاعلاميين، احط نفسي معاك عشان ما تفتكرش ان المثل عليك، تاخدوا ارقام كبيره جدا وحاجات شبه كده وبتاع. فيقعد دايما يقول لك ايه يعني، في ناس يقول لك يا عم انت هتعمل ايه بال 80 مليون؟ ما اللي انت هتعمله ب 80 مليون ممكن تعمله ب 10، هتعيش كويس وهتعيش مستور. فليه رايح للارقام الكبيره قوي ديت؟
فيقول لك ايه، احيانا ممكن تضحي شويه عشان خاطر تعيش حياه كويسه وتسد التزاماتك وكل حاجه، بس تبقى محبوب من جمهورك. صح، انت انا بحب دي، انت تحب دي. اسد اللي عليا، معايا قرشين بس خلاص.